زميل فايز بن غفان اليابري راعي مصيحة لك الكلمة ولك الميكروفون تفضل. مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل شكرا للزملاء على التواصل شكرا غانم بالركاض العليلي على هذا الاداء الجميل ايضا في هذا الانطلاق والتحدي الجميل نهني سيد خالد بن سالم بن سعيد بن حضيرم القتبي على فوز الظبي بالشوط الماضي في هذا الانطلاق والتحدي لك التهنئة على هذا الفوز الجميل نسير بكم في انطلاقة شوطنا الثاني عشر في مجموع الأشواط والشوط الثاني عشر الخاص هنا أيضا بالزمول المحليات الأصايل لأيضا أبناء القبائل على أرضية هذا الميدان في هذا الانطلاق والتحدي الجميل. هنا الصدارة هنا المقدمة هنا المركز الأول وصدارة هذا الشوط في هذا الانطلاق الوصراوي ياتينا هنا على الصدارة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط مطر بن راشد بن مطر اليابري من ينطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول بينما المركز الثاني ياتينا هنا في هذه الانطلاقة والتحدي الجميل مولع من ينطلق أقع في هذا الأداء والتحدي الجميل هنا السيد غانم بسيف بن محمد آل بوسعيد الخيارين من ينطلق بهذا الأداء الجميل هناك التحدي والإثارة بهذا الانطلاق المميز. هناك مشاهدينا الكرام نتواصل في هذا الانطلاق والتحدي والإثارة في هذا الأداء المميز والعرض الجميل على أرضية هذا الميدان خلال هذا الأداء مشاهدينا ومتابعينا الكرام. هنا ياتينا في هذه اللحظات الشهير المبارك بن سعيد بن محمد الكليلي من غير مشاهدينا الكرام على الصداره على المقدمه وعلى المركز الاول الوصلاوي في المركز الثاني مطر بن راشد بن مطر اليابري وهنا ياتي جبر عبيد بن حمد بن مطوع لقتبي من يتواجد بهذا الاداء الجميل المركز الرابع ياتينا هنا مشهور فهد بن سعيد بن محمد ال بسعيد الخيارين خلال هذا الانطلاق والتحدي والإثارة هناك سراب المبارك بن مظفر بن محمد العامري من ينطلق هنا هذا التحدي على المركز الخامس وسادس المراكز يأتي الشويكي عبد الله بن سيف بن شوطة لقيلي من ينطلق بهذا الأداء المميز على المركز السادس بينما المركز السابع الذهب ياتينا على المركز السابع حمد بن معيوف بن محمد العامري وفي المركز الثامن المركز الثامن رعد علي بن عبد الله الهايري لنبي من ينطلق على المركز الثامن بينما المركز التاسع المركز التاسع القادم هنا شاهين حمد بن ناصر بالعوضي المنهالي من ينطلق لهذا اللحظات هنا ايضا مع شاهين ومن الجانب الاخر هناك ايضا التواجد في هذه الانطلاقة والتحدي سراب بن سيد سعيد بن نابت بن خيلة العامري من ياتينا على المركز العاشر هذه هي المراكز في الانطلاق والتحدي الجميل.
نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، نعود إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. وهناك شاهين لمبارك بن سعيد بن محمد الكليلي من ينطلق على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. جبر في المركز الثاني، لعبيد بن حمد بن مطوع بن ضحي الكتبي من يأتينا على المركز الثاني، صاحب سيارة على أرضية ميدان الوثبة، هنا أيضا يطالب بسيارة أخرى خلال الانطلاق والتحدي. الجميل الوصلاوي يا سلام يا سلام، هنا على المركز الثالث ما شاء الله، كصفر على أصفر ما شاء الله، السيارة صفرة شعر أصفر، هو القعود وصلاوي كله أصفر في أصفر. ها هو الوصلاوي مطر بن راشد بن مطر اليابري، من عشق هذا اللون عشق نادي الوصل، هو اللون الأصفر ينطلق هنا مع شاهين في هذا الانطلاق على ثالث المراكز والتحدي والإثارة. يا الله يا ابن عمي، يا الله يا ابن عمي، الله الله المركز، ركز ركز بهذا الانطلاق. المركز الرابع، المركز الرابع ياتي هملول محمد بن احمد بن سعيد بن حلوة على المركز الرابع، والذهب في المركز الخامس حمد بن معيوف بن محمد العامري من ياتينا على المركز الخامس. وفي المركز السادس يتواجد سراب المبارك بن مظفر بن محمد العامري، وفي المركز السابع القادم شاهين غرير بن محمد بن غانم المتهيج الكتبي من يصل بهذه اللحظات. ومن الجانب الآخر مبلش صالح بن علي بن محمد بن مثيب آل نابت من ينطلق من الجانب الآخر. والمركز العاشر يصل هنا سراب سعيد بن نابت بن خيلة العامري على المركز العاشر بهذا الانطلاق والتحدي الجميل. نعود إلى الصدارة، نعود عند جبر، جبر على الصدارة، جبر على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. جبر جبر هنا عبد الله بن حمد بن مطوع بن ضحي اكتبي انطلق على صدارة على المقدمة على المركز الأول، بضيف إنجاز إلى إنجازاته السابقة خلال هذا التحدي خلال الإثارة. هنا منطلقا على صدارة وعلى المركز الأول، يلا يا ابن عمي، ابن عمي في المركز الثاني، شد الحيل يا أبو راشد مع الوصلاوي، الوصلاوي الوصلاوي يغير على المركز الثاني للسيد مطر بن راشد بن مطر اليابري من ينطلق على المركز الثاني في هذا التحدي والإثارة. الذهب في المركز الثالث حمد بن معيوب بن محمد العامري، وفي المركز الرابع شاهين مبارك بن سعيد بن محمد الكليلي. ولكن جبر راح، راح جبر راح على الصدارة على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هنا على المقدمة على المركز الأول بضيف إنجاز إلى إنجازه السابق، هنا سيارة على أرضية ميدان الوثبة، هنا أيضا ينتزع في هذه اللحظات المركز الأول والصدارة والسيارة الثانية خلال هذا الأداء الجميل والتحدي. ها هو جبر تشاهدونه على المركز الأول، تهانينا تهانينا والناموس لعبيد بن حمد بن مطر بن ضحي بن مطوع الكتبي على هذا الأداء الجميل ما شاء الله، تهانينا لك يا ابن مطوع، تهانينا والسلام، السلام لأهالي الهير على هذا الأداء المميز، تهانينا والناموس. ولحظة وصوله إلى خط النهاية، معلن الفوز معلن الناموس، ها هي لحظة الوصول إلى خط النهاية، تهانينا تهانينا على هذا الأداء السيد عبيد بن حمد بن مطوع الكري على فوز جبر في المركز الأول. المركز الثاني الوصلاوي مطر بن راشد بن مطر اليابر ناموس بن عمي، المركز الثاني وصله هنا ايضا سراب لسعيد بن نابت بن خيل العامري، المركز الثالث الرابع شاهين غرير بن محمد بن غانم بن هنا ايضا الاكتبي، وهناك الذهب حمد بن محمد بن معيوب حمد بن معيوب بن محمد العامري من وصل على المركز الخامس. هذه هي النتيجه للمراكز الخمسه الاولى. شاهدينا ومتابعينا الكرام، هنا نعود الى التوقيت الزمني ولحظه وصول جبر إلى خط النهاية، معلن الفوز ومعلن الناموس، تهانينا على هذا الأداء الجميل للسيد عبيد بن حمد بن مطر بن ضحي عبيد بن حمد بن مطوع عفوا بن ضحي الكتبي على هذا الأداء المميز الجميل لقدم جبر، واستطاع الفوز والناموس يحصد السيارة الثانية بنصيبه في هذا الأداء الجميل. وها هي لحظة اقترابه من خط النهاية،
معلن الفوز ومعلن الناموس، قاطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 9 دقائق و51 ثانية، 4 من الأجزاء من الثانية. تهانينا وناموس على هذا الأداء لعبيد بن حمد بن مطوع الكبير، تهانينا لا على فوز جبر المركز الثاني. وكان الوصلاوي قدم عرض يشكر عليه، شكرا يا أبو راشد، شكرا يا من عشقت الوصل على فوز الوصلاوي بالمركز الثاني، وسجل توقيتا زمني مقداره 9 دقائق 57 ثانية، وأيضا 5 من الأجزاء من الثانية أو 8 من الأجزاء من الثانية. تهانينا وناموس على هذا الأداء الجميل للوصلاوي المركز الثالث. كان هناك أيضا المنطلق على ثالث المراكز شاهين لسعيد بن نابت بن خيدة، أو سراب عفوا سعيد بن نابت بن خيدة، وسجل توقيتا زمني مقداره 9 دقائق 59 ثانية، 6 من الأجزاء من الثانية. تهانينا وناموس للجميع.